وأسأل الله العلي القدير أن يلهم أهل وذوي الضحايا ومحبيهم بالصبر والسلوان والرحمة والخلود للضحايا. طبعا هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذه الفاجعة الأليمة في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام. ضمن هذه الأسباب طبعا الإدارة الخاطئة وصراع المصالح الدار أو الدائم بين الأحزاب السياسية حول تسلم المناصب. مثل ما تعلمون أن الكثير من المؤسسات داخل الدولة العراقية تدار من قبل الأحزاب، يقومون بتنسيمها إلى أشخاص تابعين لهم، سواء كانت إدارتهم سيئة أو غير سيئة فهم محميين قبل هذه الأحزاب، لا محميين قبل القانون، لأن غاية هذه الأحزاب هي الكسب غير المشروع، جمع المال بطرق غير مشروعة. ومن ضمن هذه الأسباب مثلا المادة المكونة منها مستشفى أو مركز النقاء. كما تعلمون أن المريض عندما يلجأ إلى المستشفى هو يريد أن ينقذ نفسه لا أن يحرق نفسه، والطريقة البشعة التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص طريقة لا يمكن قبولها. وأنتم رأيتم كيف التعاطف الدولي مع هذه الفاجعة. طبعا الإدارة هذه الأسباب انعكست سلبا على إدارة المناصب من الإهمال والخطأ وعدم الشعور بالمسؤولية، لأن المسؤولين آمنين من العقاب بسبب مساندة أحزابهم لهم. مثلا فما أدى إلى إهمال، خطأ، عدم توفير خراطيم المياه، المادة المصنوعة منها المركز، كثير من هذه الأسباب. مثلا عدم توفير مطافئ الحريق، سيارات الإسعاف الخاصة بإطفاء الحرائق، عدم وجود تدابير احترازية. رحب بك مجددا معنا في النشرة الرئيسة دكتور. وأسألك يعني هناك تقارير استخباراتية تحدثت بأن هناك كان صدرت تحذيرات من استخدام الساندويتش فانيلا لكن الصحة لم تستجب، بالتالي هل يمكن اعتبار قضية المستشفى قضية جنائية؟ نعم يمكن اعتبارها قضية جنائية، تنطبق أحكام المواد 343 على ثانيا فقرة ثانيا التي عاقبت بالسجن المؤبد أو المؤقت في حال إضرام الحرائق بشكل عمدي في المؤسسات العائدة للدولة، وكذا في حال إتلاف أموال سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة. وكذلك الفقرة الرابعة من ذات المادة التي حددت عقوبتها بالإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى هذا الفعل أي الحق إلى وفاة إنسان. كذلك المادة 343 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت في فقرتها الثانية في حال إذا كان هذا الإضرام بشكل خطأ أو إهمال أو إلى آخره، يعني بشكل غير عمدي، تكون العقوبة لا تزيد بالسجن لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس. وفي حال إذا كان الخطأ أدى إلى وفاة شخص أو وفاة أكثر من شخص تكون العقوبة لا تزيد على 10 سنين. نعم. طيب دكتور عصام، ماذا عن اللجان التحقيقية التي شكلت لمتابعة هذه الحادثة؟ يعني هناك من يقول بأن هذه اللجان هي عبارة عن يعني هروب وعملية ربما لترحيل المشاكل المتلاحقة في العراق. ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ سيدتي الفاضلة، أنا أتفق مع هذا الرأي، لأن في العراق كثير مئات اللجان التي شكلت لتقصي الحقائق وتم رفع التوصيات الخاصة بالحوادث، غالبا ما تكون الأسباب مجهولة أو الأسباب خارجية لفتح المجال أمام المتهم وإبعاد للهروب وإبعاد الفعل عن المتهم الرئيسي. كما تعلم أن هذه اللجان عادة ما تشكل من قبل أحزاب، وتكون هذه الأحزاب لها دور رئيسي أو الرأي الراجح في توصيات هذه اللجان، غالبا ما تغلق، يعني غالبا ما يكون سبب مثل هذه كذا حوادث، مثلا قد يكون تماس كهربائي أو حادث عرضي أو إلى آخره. الغاية منها هو
تبرئة الفاعل الرئيسي وحمايته من العقوبة الجنائية. نعم تابعنا دكتور يعني بعض الحادثة، هناك استقالة لموظف من هنا وإقالة من هناك، لكن السؤال في حال حدوث الفاجعة كما حدث في المستشفى، هل الاستقالة أو الإقالة تعفي الموظف الحكومي من الملاحقة القانونية وتعطيه الحصانة ضد هذه الملاحقة؟ سيدي الفاضل، في العراق أو في مؤسسات الدولة انتشرت الثقافة هي أن الإقالة أو الاستقالة تحمي الموظف، لكن بشكل قانوني الإقالة أو الاستقالة لا تحمي المسؤول عن خطئه، سواء كان خطأ بشكل عمدي أو خطأ بشكل غير عمدي. لا. طيب دكتور، يعني من المعروف بأنه المليارات صرفت على القطاع الصحي في العراق، ولكن لازال ربما الاعتماد على الكرفانات، يعني ألا يؤشر ذلك لوجود تقصير حقيقي في الدولة، وأنه هناك يعني فساد كبير يهدد كل مناحي الدولة؟ أكيد أختي الفاضلة، أغلب الدول تقوم على حماية أبنائها، وأحيانا تخوض الحروب من أجل حماية مصالح حماية أفرادها، لكن في العراق عكس ذلك، نجد أن الفساد مستشري، أن حياة المواطن رخيصة، لا أحد يعيرها أي اهتمام، لذلك الفساد الذي وصل إليه القطاع الصحي في محافظة ذي قار لا يمكن إخفاء، لذلك بسبب صراعات سياسية، صراعات حزبية من أجل نيل المناصب، تسقيط هذا وذاك من أجل الحصول على هذه المناصب لأغراض كما قلت سلفا، إنها الغاية من ذلك هو الكسب غير المشروع من خلال هذه المناصب. نعم أستاذ القانون العدلي والجنائي الدكتور عصام مرعي، كنت معنا مباشرة في النشرة الرئيسة، شكرا جزيلا لك.